أنا محمود من محافظة سوهاج من مركز الدليل. إحنا كنا متابعين مع دكتور لنا 11 سنة متجوزين، فصراحة يعني رحنا لكذا دكتور وما فيش دكتور لقيناه أنصف معانا ومعنا. بعد ما رحنا للدكتور اللي احنا متابعين معاه الكبير ده على انه يربط لي، وقال لي خلاص عدى معاد الربط ومشانا يعني كده، قال خلاص امشي على العلاج. فلما رحنا له يعني جيت بعدها كده باسبوع برضه تعبت انا، رحت له تاني حولنا على القصر العيني. القصر العيني برضه ما قبلناش، برضه يئسنا اكتر. 11 سنه ليلى تحمل، مفيش مشاكل، حمل طبيعي، زوجها طبيعي وهي طبيعية، مفيش حاجة اسمها حقن مجاري وسائل الإرسال مساعد، بيحمل. في كل مرة يفرحوا، في كل مرة يقولوا للناس ده احنا ربنا كرم ليلى وحامل، وفي كل مرة يحدث إجهاض عند الخامس أو السادس. أدوب يعني برضه خدت 12 يوم في السابع ونفس الموال حصل لي تاني. روح برضه قلت أروح له يعني وأشوفه برضه إيه اللي برضه إيه السبب. رحت له قال لي ده من عند ربنا. يعني يا دكتور مفيش امان عشان كان كده جوز الجواز. يعني انا خلاص هو انا دلوقتي ليا حوالي 9 سنين ولا 8 سنين كان كده يتجوز. قال لي ماما ده انا من عند ربنا، انا ما احكمش فيه. ومشيت من عنده، روحت البلد برضه وحملت تاني للمرة السابعة. برضه الدكتورة استمرت معاها برضه، كانت برضه تقول لي هيكمل هيكمل، لو حصلت لك حاجة هحجزك في المستشفى وبرضه أروح لهم في نفس الموال. وأول ما أروح لهم أقول لهم تعبانة يحجزوني، تقول لي خلاص برضه محدش يعبرنا من الدكاترة ويردونا برضه على المستشفيات. روح المستشفى، رحت المستشفى قالوا لي خلاص أنت حالتك خطرة، لازم تفتحي قيصري يا إما الرحمة يشيلهولك. ويعني وضحكان كده وفع يعني من وشه كده انا كنت كده فرحانه. انا اشكر الله كثيرا لان انا لا ادعي ان انا اشهر من زملائهم وزي زيهم، لكن هو توفيق من الله سبحانه وتعالى انه وفاني ان انا اعمل لها العمليه بطريقه يمكن فضله شويه، وهو سبحانه وتعالى اللي ساعدنا وخلى الست دي توصل. ويوم ما انا كنت بسجل انا وانت قبل كده قلت انا اتحدى بس بتواضع، نعم، ان الست دي هتكمل، نعم، باذن الله تعالى، ولم يكن غرورا، لان اعوذ بالله من غرور الشيطان. يا مجينا مثلك انتي ما لقينا، في عيون الناس واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا سعداء النهاردة ان ربنا تمم علينا بالخير. برضو انا بفكركم يوم ما كان جاية ليلى واتفاجئت انها حامل في توأم وانها اجهضت 7 مرات قبل كده، وقلنا العبء ده بقى اكبر لان الحمل في واحد وبتوجد في الشهر الخامس، ما بالكم بتبقى في الاثنين نسبة الاجهاض عالية جدا جدا. ويومها قلنا بفضل الله سبحانه وتعالى احنا متيقنين ان ربنا هيكرمنا وهنكمل. ودخلت هي زي ما انتم شايفين الاجنة وصلت الاكتمال لرئتين وولدت. انا ما كنتش موجود يوم الولادة وربنا كرمنا وادانا عبد الله عبد الرحمن. بسم الله ما شاء الله عبد الرحمن. زي الفل الاثنين كويسين. والنهارده لهم كم يوم؟ 15 يوم الحمد لله تعالى. يعني يوم سعيد، يوم جميل، انا فرحان.